تصل لركلة ركنية لصالح الشحانية الذي يبحث عن وعادل بين الفريقين الآن. ركلة ركنية كرة تلعب الأمام ولكن عاشور يا عاشور لؤي عاشور يبعد الكرة. سيأتي الشحانية بخبر مفرح لمحبين وموازنين نادي الشحانية. كرة تلعب الأمام ولكن حارس المرمى لؤي عاشور يتصدى الإعادة لهذه التسديدة من إدوارد سانتوس والتصدي من شباب العربي. كرة تصل للبديل خالد نواف العريني إلى حارس المرمى لؤي عاشور. وإذا تتحدث عن ولي العهد الأخوية حصل عليه مرتين. كرة تلعب للأمام هذه خطرة يا الله عليك. أوه. شوف وصل للكرة وحاول ولكن شوف شو اللي صار. تعد عرضية رائعة ممكن لعله وعسى بالرأس ولكن حارس المرمى عاشور في المكان الثاني الآن كما اعتدنا فيما سبق. العربي غير العربي تنين العربي وحش في الشوط الثاني كما شاهدنا في المباراة. كرة تلعب تسديدة ولكن تصل لحارس المرمى. شوفوا هنا الإعادة للتسديدة من اللاعب إدوارد سانتوس. هنا تبديلين لصالح نادي العربي. الإعادة للتسديدة تصل للبديل سرحان موسى الذي دخل بديلا في الشوط المباراة الأول. كرة تلعب لؤي عاشور ماجد أمان كرة تصل للأمام لصالح اللاعب فرانك. ممكن يا السلام عليك لؤي عاشور يبعد الكرة بشكل رائع يا لؤي. يا السلام عليك يا لؤي. في الحسبان بأن السد لن يتجاوز في أي لحظة من اللحظات باتجاه لهذا اللقاء على اعتبار قوة هجومية موجودة بالنسبة. شاهدنا العربي بنفس الميزة على اعتبار أننا شاهدنا كرتين يمر من خلالهما العربي في خلالهم وما يكون له رد لربما يكون له رد من خلال لخطف الكرة في اللحظة الأخيرة وهكذا أمر من أساسيات المدافع عدم إيجاد المساحة المناسبة التي يعشقها المهاجمون بالتأكيد ومحاولة تضييق المسافات بين المدافع وبين المهاجم على أحد المراكز الخمسة. نتحدث هكذا في نظام المسابقة في ترتيب محاولة المرور بعد ذلك سال الكرة تذهب رائع الآن من جانب السد وتدخل دفاعي في اللقطة السابقة. محاولات السد تكون عن طريق العمق ولكن أغلبها تذهب إلى التواجد في مصيدة التسلل فيما العربي الذي إلى حد الآن نقول بأنه لم يقع. من جانب لؤي شريف الكبير من جانب لاعب السد في بناء الهجمة والمحاولة الهدف الأول يضيع الهدف الأول. الفوز بخلال هذا الموسم هنا مع كرة كانت لصالح السد. ترسل الكرة لداخل منطقة الجزاء محاولة المرور بعدها الكرة تذهب في شوط المباراة الأول وندخل الآن في دقيقة أخيرة تبع أنه عملية تدوير بالنسبة للاعبين من جانب مدرب السد أمامية من جانب السد ضرب الدفاع هنا الهدف الثاني ولكن التدخل تمريرة ولا أجمل يعني لمسة فنان في الكرة الماضية ولكن بعد ذلك من أجل تضييق المسافة ومن أجل عدم إتاحة الفرصة لؤي شريف يخرج في أي حالة من الأحوال بالتأكيد لأنها منطقة الخطر التي أصبح من خلالها خروج لؤي شريف واجبا في تقليص الفارق الآن أمامية. الكرة مرسلة لداخل منطقة الجزاء ولكن هنا لؤي شريف سابقة والإبعاد في اللحظة الأخيرة لاحظ معي الكرة هنا الريان هنا المحاولة ولكن كانت من جانب ناصر وإن كان على الورق نقول بأن الريان اقترب كثيرا من التتويج. الكرة تعود من جانب العربي هنا هشام زاهد المدرب الذي وإن ساءت الظروف بمشاهدة المحاولة والمرور للهدف الثاني ولكن التدخل من جانب لؤي شريف في السد المحاولة بالنسبة للسد الهروب الثاني للسد. أوه يا الله على كرة يا الله على كرة ماذا حدث مع السد في اللقطة الماضية في انفراد صريح في محاولة ضرب الدفاع بعد ذلك الكرة تعود إلى حارس المرمى. السد في اللحظات المتواجدين في المربع عند الكرة إلى ماجد أمان لاعب مميز في وسط الملعب لاعب شاب قادم حيد الذي يستطيع عمل اختراقها بشكل مستمر ممكن الثاني في الملعب يوقظ مرمى العربي من هدف ثاني في ظرف دقيقة
يتخلص بارو صديقي بشكل جيد، يلعبها على القائم القريب الى جناح ايمن يتقدم يلعب الكره العكسيه وسط في حضن الحارس لؤي، يلعب الكره لمحمد ابراهيم خلفان في الملعب. مثل هذه اللحظات التقاط الانفاس اعطى بعض التعليمات، لكن الامور مستمره. الريان اثنين العربي لا شيء، ثنائي تلعب الكره الحارس لؤي، فراس عبد الله معرفي، لؤي برسك بهجوم من باسكوا يمرر ليوسف. منتخبات بس لسته المنتخبات التي حققت اكبر قدر ممكن من كوب قبل نهايه المباراه. فهل يسدد الكره؟ الله ببراعه، شوف الكره لعبه في جهه لؤي شريف، ينجح في التصدي له وتحويلها الى ركنيه جديده للريان، الركنيه هي الرابعه سكوار التنفيذ خمسه. المهم الاسود هم حتى اللحظه وفي هذا الموسم ودائما يستحقون. ما تلعب الكره احضان لؤي هذه المره بشكل جيد، يقف في المكان المناسب لعمر. ثلاثة ثلاثة اثنين اثنين، فيها غرابة على مستوى الرقم أو على مستوى الشكل في أرضية الميدان، هي ثلاثة خمسة اثنين اللي قدم العربي في الأيام الأخيرة عن الكرة الماضية. وتصدي لؤي شريف مع علي شعب، شريف عاشور عادت داخل المنطقة، أحضن لؤي حارس مرمى العربي يلعب الكرة طويلة، وبالتالي يبتدئ بتغيير العربي بنزول محمد شعبان. التقدم العكسي على القائم بعيد من جلال الله، ظل حارس رج لأن في جعبته بطاقة صفراء وأنا بتسديد. يمر الكرة بين المدافعين، الكرة ممكن ينفرد جوسف كوندريك، لؤي شريف ينجح في السيطرة على الكرة، هجمات مستمرة عكسية داخل المنطقة سهلة سهلة. فهيد في التمرير، التغطية ما زالت قائمة، فهيد وتدخل لؤي شريف والكرة تذهب، ممكن الرابع خطيرة، الرابع أحضان لؤي شريف يتصدى للكرة. لذلك يبدو بأن إصلاح الأخطاء أصبح موجودا والدفاع الأخوية بدأ يعود للدخول إلى أجواء المباراة كوصول إلى استغلال الفرصة. هنا الكرة المحاولة لصالح الأخوية، تقدم يأتي عرضية لكن لؤي شريف والتدخل في الكرة الماضية، عادت مرتدة الأخوية. نشاهدها في الإعادة، نشاهدها في الإعادة من خلال التدخل، هنا التدخل الذي كان من جانب لؤي شريف في غاية الروعة، والذي أعتقد بأنه أبعد أنه يعرف التمركز. هكذا نستطيع الحديث عن ناصر اليزيدي اللاعب الذي هنا المحاولة لصالح الأخوية، التعادل هو يوسف رمضان الذي حصل على خطأ. هنا الكرة التي تدخل من خلال لؤي شريف والتدخل بتصويبة كانت أن تأتي بهدف التقدم، لكن لؤي شريف كان على التدخل في الكرة الماضية. كرة تعود لصالح العربي، خطر وخطأ كبير في أن تمرر لحارس المرمى في مثل هكذا نفسه من خلال المل. إرسال كرة أمامية داخل منطقة الجزاء، المحاولة لكن كرة سهلة. في الشوط الثاني وللمحاولة تعود نفس الوضعية نفس الشاكلة، ولكن بنسخة لم تكن كربونية. الكرة تضيع على الأخوية في اللقطة الماضية، لاحظ معي تعود أيضا من العارضة وتعود عن طريق قفازي هنا لؤي شريف، لكن بعد ذلك الكرة كانت تفتقد لناصر اليزيدي الذي لم يكن متمركزا كما كان عليه الوضعية في شوط المباراة الأول، وبالتالي تضيع الكرة على الأخوية في شوط المباراة الثاني. ناصر اليزيدي أمامي هذه الكرة مرسلة، محاولة لكن إبعاد من جانب، محاولة من جانب الأخوية، التقدم الأخوية المحاولة. لاحظ مع الكرة التي كان من خلال التوغل والوصول بعد ذلك، تدخل رائع كان من جانب لؤي شريف الكرة الماضية الذي يرتاح إليه الأخوية بأنه يثق في أنه لربما